لا هذا سؤال واحد تقريبا في صيغتين، في جوج ديال صاحب السؤال يقول: إذا كان الإمام لا يحافظ أو لم يحافظ على الصلاة الخمس وخاصة صلاة الفجر وهو يسكن فوق المسجد، ما دور المصلين؟ ونفس السؤال تقريبا بحاله، أن الإمام قد يغادر المسجد في أكثر من 15 يوم وأنه قد لا يصلي في هذا. طبعا احنا ما قلناش، انا ما قلتكمش بان الائمه لا يخطئون او لا يكون جميل جدا هذا، لان هذا سؤال شرعي، وانتم هذا سؤال انتم توجهوا باش حتى نوجهوا حتى الفقيه خصو يتوجه. اذا ثبت هذا على اي فقيه، احنا نقول الاخوه الله يجزيكم بخير، بغيت تكونوا ائمه ولا تكونوا كل واحد اللي يكون في واحد الموقع من المواقع يؤدي الرساله الكامله. لا يجوز ابدا أن الإمام، يمكن أن الإمام يتغيب بعض المرة ولا زوج ولا كذا، يوقع له شي عذر من الأعذار ولا مرض ممكن، وإذا كان عادته أنه لا يصلي الفجر مثلا والناس معاه، فهذا ماشي مبرر، هذا ماشي معقول، هذا العمل عمل يدل على سوء فهم. لماذا؟ لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة وهم شيوخ وهم عاجزة، ويأتون فقط لأنهم يرغبون في الصلاة من ورائه، فهو كأنه يخيب ظنهم. هما جاءوا 300 متر ولا 400 متر وفي الليل وكذا، ويمكن تنظم الكلاب ولا كذا باش يصليو مع، فاذا به هو اللي جا ومن اجله ما جاش، وهو ملتزم بهذا الامر وهو واجب ديالو. طبعا هذا لا يجوز، هذه اخلال بالمهمه. والاصل ان اي جماعه من الجماعات اللي خصها يكون مزيان، لما تكون دير واحد الشرط مع الفقيه الله يخليكم ديروا هذه المساله هذه، لان هذيك المسائل المهمله هي تعلم السيبه. يدير من اللي بدا يديروا معاه كما كانوا الناس بكري كانوا يديروا هذه المساله، ديروا معاه واحد الوقت ديال العطله ديالو، فوق تبغي تخرج السنه باش هو يقول الفقيه ما عندي عطله ولكن يخرج في كل وقت، انا ما عنديش عطله ولكن يبقى يمشي في كل وقت. هي دير له عطله فاختار في الشهر اللي غتخرج 20 يوم ولا في كذا، 20 يوم في واحد الشهر تختاروا وشوف اللي ينوب عليك من الناس كذا وروح الله يعينكم بين الناس. جي شي عذر مثلا موت ولا شي حاجه ولا واخا يمشي باش يمشي عيد 15 و20 يوم كذا ما كانش هذه، لان العيد في العيد الكبير والعيد في العيد الصغير وكذا وكذا، لا خذ العطله ديالك بحال ياخذوها كاع الناس، دير واحد 20 يوم ولا في واحد الشهر وتكون محدد والجماعه تعرفك والنهار اللي يجي غادي قول لهم راه معروف بانك فوق تمشي. جا طارئ وفات ولا مرض ولا شي حاجه، الله توفى له با ولا توفى له خوه ولا كذا ولا طبعا ما غاديش نتحاسبوا ثلث. اذا المسائل شحال ما كانت منظمه تكون ابعد، حنا نخليو المسائل محلوله في التالي ما يبقاش فيها. اذا فاللي الجماعه الله يجازيكم بخير تلتزم مع الامام ديالها وتساعده وتوقف معاه وتأيده وتحاول، والإمام يكون راجل عاوتاني. الناس كي يكونوا معك رجال كون معاهم رجل وقف وسبق، وانت اللي شي واحد شتو مرخي انت اللي تلومه، مالك فلا مالكش تجي تصلي. ما يبقاو الناس يقولوا اللي ما يصليش، الناس العامه يقولوا لنا الفقيه مالك ما صليتش، لا هذا عكس، هو خصو يقول ماش ما صليتوش، لان هو محل ديالو هذا وعبادته عنده. الحمد لله ان الناس غير يساعدوا ما الا العباده ديالو، الاجر ديالو هو عند الله سبحانه وتعالى، لانه راه قايم بواحد رسم من رسوم الشريعه. اذا في هذه الحدود هذه يوقع تفاهم ويجلسوا الناس ويوقع الخطا يصحح. الى الجماعه راه مقصره فهي تنوض مع راسها وتصحح الخطا ديالها وتطلب الامام ديالها وتبركها من التكعرير وذاك الهضره اللي ما عندها غيك، واللي مسؤول ولا جوج ولا كانوا غيرهم، ماشي كل واحد يضرب فيهم ويخليو عليه المسائل. والمسائل ديال الامام اللي هو فيه نقص او فيه تقصير يترك ذاك التقصير ويقوم بالواجب ديالو. عيب الناس يكون هو حتى لو كان ما يكونش مسلم وجار المسجد، لا صلاه الا جار المسجد الا في المسجد، وساكن في الصمعه ديال الجامع وما يجيش، هذا ماشي جار المسجد، هذا ساكن في وسط الجامع كاع. فطبعا من الناحيه الشرعيه لا يجوز ذلك. اعتقد هذا ما نش نشوف هذا الشيء، طبعا هذا ما يمكنش باش نشوفو دوك حتى من بعد ان شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.